قدامكم دقيقتين. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that I'm supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I forgot how I felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home anymore. رح ترجعي، رح تطلعي من السجن. كيف في ارجع وانا قتلت شخص؟ مش انت اول حكيمة بتقتلي شخص بتغلطي بالعملية. رح ترجعي. انا ناطرك برا. اوكي؟ انا ناطرك برا. زيارة خلصت. عم ناطرك ما بالي. يلا بنطرك. اللي عجبني بمبال اليوم هو انه انا شفتها عامله جهد لتحفظ اول شيء غنيه ما بتعرفها ابدا، افتكر جربت تحفظها بنهار او نهارين، وشفتها مركزه هي عم بتغني، بس اكيد كان في اغلاط بالغناء، في نوتات فلتوا منها، في محلات ما كانت صايبه اللحن مزبوط، وهذا شيء طبيعي لانه هي الغنيه اول شيء صعبه عليها، ومدى الغنيه ما بيناسب صوتها لمبال، يعني الواطي ما بقى يتوطى معها، ما فيها تاخذ طبقه اوطى، والعالي شوي مزروك بالميديوم هاي لانه بطل بالرينج تبعولها، سو مشان هيك ما طالت العاليين كثير، وهذا الشيء خليها تظهر يفلتوا منها النوتات، ولكن انا شفتها عامله جهد ومركزه وهذا الشيء اللي بهني عليه، وكانت عم تغني برواق. بس مرت جاي لازم تنتبه انه الغنيه اللي بدها تنقيها تكون عن جد المدى اللي بدها تغني فيه هي يكون بناسب صوتها. بس انا لقيت انه مروره حلو، وهول الاشياء اكيد بيرجعوا بينشغلوا بالصوت ليصير عندها هي ال بتعرف هي كيف تنقي اغانيها اذا بناسب صوتها او لا، مش لانه الغنيه حلوه لازم نغنيها. ما بال كثير عم تشتغل حلو، عجبتني وقنعتني اليوم، وحسيت في تقدم، وعم بحسها كمان بالصفوف حتى في تقدم. هلا قديه رح يكون التقدم لانه في ناس اقوى، قديه بيساعدها الحظ، بكون انا بكون مبسوطه كثير. حبيت الفكره انه عم بتغني للشخص اللي عم بزوره، يعني مختلفه كفكره عن الباقيين. وما بال حساسه، عندي شعور على طول انه هالبنت موهوبه لدرجه كبيره، بس ناقصها باور الصوت، يعني بحس مثل طيارة بدها تقلع بلا جانح، ناقصها جانح، بحس مثل حدا يعني بده يفرجيك إبداع بس ناقصه هالشغلة الصغيرة يلي هي يعني موهوبة بالإحساس، موهوبة كيف بتغني، موهوبة كيف ترقص، حضور حلو بعمرها لإلها، عندها يعني عمر الصغير يلي بعد ما نضج عندها إحساس كتير قوي، بس بعد يعني صوتها عم يتطور عن اول ما فاتت، هذا شيء اكيد، بس مش بفتكر بالسرعه المطلوبه، يمكن لانه عمرها صغير او صوتها بحاجه لشغل اكثر، ما بعرف. يعني ان شاء الله تضاين معنا، بحب تبقى انا لانه كل جمعه عم شوفها عم تتحسن، مشان هيك بحب اكثر وقت ممكن تبقى لحتى تتحسن اكثر، وما بتعرفي ايمتى ممكن تفاجئنا وتطير، يمكن ما بعرف. تفضل. رح تفضل.
أنا هيدا المشهد كتير حبيته، لقيته كتير ذكي استعمال التليفون، يعني كان مختلف كلياً عن كل المشاهد اللي شفناها. خلقوا الحبس بالحركة، خلقوا الحبس بالتليفون وهمي وتليفون موجود، وحسسنا أنيس بالتليفون الآخر بالتليفون الثاني. تأثرت شخصياً، مع أنه أنا ما كتير بحب الأغنية بعرفها، بس ما كتير بتعني لي الأغنية، يمكن أول مرة بسمعها بهالطريقة الحلوة لأنه انحطت بإطار، سمعت كلام الأغنية بطريقة مختلفة لأنه هن قدموا لي بهالطريقة. أكيد أنيس له إيد، يعني له يعني دور كتير كبير بالفكر وبتركيبة المشهد، وهون يعني كمان بهني هالثنائي كيف عم بيساعد بعضه ويدعم بعضه، هي دعمته بمشهده وهو عم بيدعمها بمشهده، وبنفهم انه قتلت حدا بالغلط ودكتوره وقتلت، قال لها انت حكيمه وانت غلطه طبيه وناطرك انا ناطرك، يعني كتير حلو نظيف، ولكن مش مثل انه مثل غير طلاب قلت انا مختصر انه مختصر مفيد خفيف نظيف، لا هيدا مش خفيف نظيف، هيدا دسم نظيف ذكي ومفكر فيه. فبغض النظر عن الغنى اذا كان حلو او مش حلو، انا تأثرت بالغنى وحبيت الغنية من وراء المشهد. أكيد أنا اللي شايفته وكلنا شايفينه أنه مابال عم تنضج بهالأكاديمية، عم تنضج من كل النواحي، بالشخصية بالأفكار، يعني عم تشتغل وعم بتحاول وعم تعمل جهد وفي محلات عم توصل، ولكن اللي بعده ناقصها يمكن هي القدرة الصوتية اللي ما فيها تنضج بس إذا اشتغلت، يعني بحاجة لوقت، بحاجة لتركيز، بحاجة لعمر أكتر، نضج بالعمر حتى. مشان هيك عم نشوف أفكارها عم تبلش تصير بمستوى معين يمكن شوي أقل من صوتها. الصوت بده وقت، بده ينشغل أكتر بعد، لأنه هي نتيجة خبرة بالحياة ونتيجة قد ما الإنسان بيندعك، قد ما الإنسان بيغني، قد ما بيطلع على ستيج، قد ما بيتطور أكتر، وأكيد موهبة من عند الله. إن شاء الله ما بال تقدر مثل ما قلت توصل، يعني تركض وتقدر تلحق كل الناس يلي ماشيين بسرعة كتير كبيرة، وتقدر تضل معهم أكتر وقت ممكن تستفيد، لأنه فعلا بيلبق لها تستفيد تتقدم.